الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا نحمده تبارك وتعالى حمدا كثيرا ونعوذ بنور وجهه الكريم من يوم كان شره مستطيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي اتقوا الله تعالى حق تقاته واعلموا أنكم ملاقوه واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى فقد قال الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي نعيش اليوم في ظلال سيرة سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام نستروح وإياكم في ظلالها الوارثة ونرتشف من رحيقها ونستلهم من دروسها وعبرها ما فيه الخير وحسن العقبة في الآخرة والأولى وفي محطة من محطات حياة نبينا عليه الصلاة والسلام الشريفة نتوقف عند مسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام في هجرته الشريفة المباركة فقد علم نبينا عليه الصلاة والسلام من أوائل بعثته أن أهله مخرجيه من مكة وكان ذلك حين بدايات الوحي لما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام فما كان من السيدة الكريمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلا أن انطلقت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل وكان ورقة رجلا عنده علم التوراة والإنجيل فلما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له من بدايات الوحي فإذا بورقة يقول ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا فقد كان كفار مكة يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم جحدوا به كما قال الله في سورة الأنعام قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا لا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وجحودهم كان لعدة أسباب منها للتنافس على السيادة كما قال أبو جهل والله إني لأعلم أنه لنبي ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبعا وقال أيضا تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه والله لا نسمع به أبدا ولا نصدقه فهذا التنافس على علو في الدنيا أعمى بصيرتهم عن الحق وصدهم عن السبيل وهذا ما يحدث للناس في كل عصر وزمان حين يتنافسوا على الدنيا وينسون الآخرة كما نرى أحوالنا في هذه الأيام وسبب آخر لجحودهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من الأغنياء كما قال الله في سورة الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا وقال الله أيضا في سورة الزخرف ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهذه سيرة الناس يظنون أن الغنى مقياس للسيادة فيمجدون أصحاب المال بغض النظر عن مصدر الغنى الذي قد يكون من طرق حرام وجهلوا أن اصطفاء الله لعباده ليس مقرونا بالمال وإنما مقرونا بتقوى الإنسان ومعرفته بالله
كما قال الله لبني إسرائيل في سورة البقرة عندما بعث الله لهم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وكان كفار مكة يعلمون أن القرآن هو الحق من عند الله، وكانوا يسترقون السمع ليستمعوا للرسول يقرأ القرآن موقنين بإعجازه ومستمتعين بحلاوته، إلا أنهم وصفوه بالسحر ووصفوا الرسول بالساحر ليصدوا الناس عن القرآن وعن الرسول كما فعل برسل من قبله. قال الله في سورة النبل: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال الله في سورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فتمضي الأيام ويشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذية والعداء من قومه، حتى إذا جاءت ليلة الهجرة في اللحظات التي يخرج فيها نبينا عليه الصلاة والسلام من مكة، فيقف عليها مشارفها قائلا: والله إني أعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منها ما خرجت. وفي خبر الهجرة يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع بعض من هاجر قبل الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر مهاجرا قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وتشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون برسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه، وإما أن يقتلوه فيستريحوا بزعمهم من شره، وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم. فكل قد أبدى من هذه الآراء رأيا، فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل، وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى ويعطوه سيفا صارما ويقتله الجميع قتل رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل، فيرضى بنو هاشم بديته فلا يقدرون على مقاومة سائر قريش. فترصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه، فجاء الوحي من السماء فوضع عليا مكانه في الفراش، وخرج عليهم فذر على رؤوسهم التراب، وخرج وأعمى الله بصائرهم عنه، حتى إذا استبطأوه جاءهم آت وقال: خيبكم الله، قد خرج محمد وذر على رؤوسكم التراب. فنقض كل منهم التراب عن رأسه، ومنع الله رسوله منهم، وأذن له في الهجرة للمدينة. وفي ذلك قال الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبتت قريش عيونها في سبل مكة وشعابها بحثا عنهما، وحينما يأست قريش أن تعثر على النبي صلى الله عليه وسلم وضعت جائزة عظيمة: 100 رأس من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا. وروى ابن إسحاق وابن هشام وابن كثير وغيره أن سراقة ابن مالك، وهو فارس من بني مدلج، كان في بعض قومه قريبا من مكة، فإذا برجل يدخل عليهم ويذيع فيهم نبأ الجائزة، فما كاد سراقة يسمع بالنوق 100 حتى اشتد حرصه عليها، ولكنه كان ذكيا فضغط نفسه ولم ينطق بكلمة. وقبل أن ينهض من مجلسه دخل رجل يقول: لقد مر بي الآن 3 رجال وإني لأظنهم محمدا وأبا بكر ودليلهما. فقال سراقة: إنهم بنو فلان، مضوا يبحثون عن ناقة لهم أضلوها، يريد أن يصرف الناس عن هذه الجائزة. فقال الرجل: لعلهم كذلك. مكث سراقة قليلا حتى دخل القوم في حديث آخر، وانسل من بينهم وأسرع، ولبس درعه وتقلد سلاحه واعتلى فرسه وانطلق ليدرك محمدا صلى الله عليه وسلم، ومضى، لكنه ما لبث أن عثرت فرسه وهم بالرجوع،
وما رده إلا طمعه في النوق، فلم يبتعد كثيرا حتى أبصر النبي صلى الله عليه وسلم، فمد يده إلى قوسه ولكن يده جمدت في مكانها، ثم غاصت قوائم فرسه في الأرض، فدفع الفرس فإذا هي قد غاصت ثانية، فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقال: ادعوا لي ربكما أن يطلق قوائم فرسي، ولكما علي أن أكف عنكما. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق الله قوائم فرسه. تذكر سراقة المئة ناقة فتحركت أطماعه من جديد، فدفع فرسه نحوهما فغاصت قوائمه أكثر، فاستغاث للمرة الثانية وقال: إليكما زادي ومتاعي وسلاحي، ولكما علي عهد الله أن أرد عنكما من ورائي من الناس. فقال: لا حاجة لنا بزادك ومتاعك، ولكن رد الناس عنا. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرسه، فلما هم بالعودة ناداهما قائلا: والله لا يأتيكما مني شيئا تكرهانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تبتغي منا؟ فقال: والله يا محمد، إني لأعلم أنه سيظهر دينك ويعلو أمرك، فعاهدني إذا أتيتك في ملكك أن تكرمني، واكتب لي بذلك، أريدك كتاب أمان. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة فكتب له في رقعة من جلد. ولما هم بالانصراف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فقال سراقة: كسرى بن هرمز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، كسرى بن هرمز. وهنا لا نعلم سر وعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بسواري كسرى، ولكن لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعوضه عن جائزة المائة إبل. ولو تفكرنا في قصة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم نجد أنها وقعت عندما كان الإسلام في أضعف مراحله، فالمسلمون مطاردون ويهاجرون بالخفية خوفا من بطش قريش بهم، ومع ذلك ترصد قريش 100 من الإبل لمن يأسر محمدا أو يقتله أو يدلهم على مكانه. فنتساءل: لماذا كانت قريش تريد القضاء على الإسلام على ضعفه؟ الجواب على هذا السؤال أن قريش علمت منذ بداية الدعوة أنه دين الحق، وأن المسلمين على قلتهم وضعفهم فهم أقوياء بإيمانهم. فتعاملت قريش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر بالمداهنة ثم بالإغراء بالمال والمناصب، ولما أخفقوا في ثنيه على الحق استخدموا أساليب القمع، لأنهم أيقنوا أنهم لا يستطيعون مقابلة الفكر الإيماني الحق بالفكر الباطل، وأن الباطل مع سطوته سيهزم أمام الحق. وهذا يذكرنا بحالة الإسلام والمسلمين في زماننا هذا، فأمة الإسلام في آخر ركب الأمم في كل شيء، ومعظم المسلمون يعيشون في فقر وجهل وحروب وبعيدين عن دينهم. وابتليت أمة الإسلام بالفساد والطغاة، وتداعت علينا الأمم كما تدعى الأكلة على قصعتها، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كل ذلك الضعف نرى المؤامرات على هذا الدين من الداخل والخارج. قال الله تعالى في سورة سبأ: وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. فالمسلمون اليوم محاربون في بلادهم من أنظمة قمعية تراقب الناس وخاصة الشباب المتردد على المساجد، وتعتقلهم بين الفينة والأخرى بدون سبب، ثم تلفق لهم التهم فتسجن طائفة وتعدم طائفة أخرى. والإسلام يحارب على جبهات أخرى متعددة، منها فرق ضالة بتمويل مجهول تتبنى مذهب الإرهاب وتطفي عليه صبغة دينية، ومنها وسائل إعلام في بلادنا ممولة من أعداء الدين لتنشر الجهل الديني والرذيلة في المجتمعات الإسلامية، وأخرى وسائل إعلام عالمية وخبراء زور شغلهم الشاغل تشويه الإسلام وتوصيفه بدين همجي لا يتماشى مع القيم الحضارية في الغرب، وأنه دين يدعو إلى الإرهاب وعدم التعايش مع الغير. فجالية الماضي والحاضر عرفت قوة الإسلام الكامنة إذا اتبع المسلمون تعاليم دينهم، فعمدوا إلى كل ما يفرق بين المسلم وأخيه المسلم، وإلى كل ما يبعد المسلم عن دينه وعن عبادة ربه. وكذلك نرى في قصة الهجرة إخواني وأخواتي ثقة المؤمن بالله
حتى في أشد حالات الضعف، وأن وعد الله بالنصر لآت إذا كنا مؤمنين واثقين بالله، وهذا ما نفتقده في هذه الأيام. فالرسول صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بسواري كسرى وهو مطارد من مكة، وسراقة صدق وعد الرسول ولم يكن مسلما آنذاك، ولم يسلم حتى عام فتح مكة، أي بعد 8 سنوات. ولم يتحقق وعد الرسول لسراقة إلا بعد موت الرسول وحتى آخر أيام خلافة عمر بن الخطاب، حيث قدم على المدينة الرسل سعد بن أبي وقاص يبشرون عمر بالفتح ويحملون إلى بيت مال المسلمين الغنائم، وكان من بين هذه الغنائم تاج كسرى وثيابه المسوجة بخيوط الذهب ووشاحه المنضوم بالجواهر وسواره وما لا حصر له من النفائس. فلما نظر عمر إلى هذا كله دهش، ثم قال: إن قوما أدوا هذه الأمانة لأمناء. وكان في حضرته سيدنا علي، قال: يا أمير المؤمنين، عجبت أمانتهم؟ لقد عففت فعف. ثم دعا الفاروق سراقة بن مالك فألبسه قميص كسرى ووضع على رأسه تاجه، ثم قال عمر لسراقة: بخن بخن، أعرابي من بني مدلج على رأسه تاج كسرى. وفي يده سوار، فلقد مرت أكثر من 20 عاما ليتحقق وعد الرسول، ولم يدخل الشك في قلوب الصحابة بأن وعد الله حق وأن نصره يأتي. فأين نحن من ثقة الأوائل؟ من ثقة الأوائل بالله وحرصهم على تطبيقه، على تطبيق تعاليمه ونصرة دينه؟ وأين نحن من صبرهم على البلاء؟ وإذا تأخر وعد الرسول للمسلمين والسراقة لفتح فارس 20 سنة وهم على ما كانوا عليه من التقوى والورع، فإننا لن ندرك وعد الله لنا بالنصر. والاستخلاف في الأرض ما لم نبادر من الآن بالرجوع إلى الله وإلى كتابه وسنة نبيه وإلى عمارة مسجده، وأن ننبذ الفرقة بيننا ونعي ونبحث عن من هم أعداء هذا الدين المستترين الفريحين بخلافاتنا وبعدنا عن الدين لنتجنب الوقوع في حبالهم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. Surely all praises are due to Allah. We praise Him, seek His assistance, and ask for His forgiveness. And we seek refuge in Allah from the evil of ourselves and the wickedness of our deeds. I bear witness that there is no God except Allah, and Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His messenger. Dear brothers and sisters, today we are going to reflect on the day of the Hijrah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam from Mecca to Medina, to deduce lessons that can benefit us in our lives.
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew that his tribe was going to force him out of Mecca. From the first day of starting receiving revelations, when the angel Gabriel started descending, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam became anxious. So his wife Khadija took him to see her cousin Warqa ibn Nawfal. Warqa was a man with knowledge of the Jewish and Christian scriptures. So when he heard the experience of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, "I wish that I will be alive when your people drive you out." The Prophet sallallahu alaihi wasallam responded, "Are they going to drive me out?" Warqa said, "Yes. No man delivers what you will be delivering except will make enemies. And I am alive, and if I'm alive when this happens, I will support you." The disbelievers of Mecca were certain of the honesty and the truthfulness of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but they elected to disbelieve in his message. As Allah told us in Surah Al-An'am, "We know indeed the grief which their words cause you. It is not you that they deny, but it is the verses of Allah that the wrongdoers deny." The disbelievers rejected the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam for different reasons. One of them is competition over leadership in Mecca. As Abu Jahl said, "By Allah, I know that Muhammad is a prophet, but when was our tribe subservient to the tribe of Abd Manaf? In another occasion, he said, "Our tribe competed with the tribe of Abd Manaf over honor. So they fed the pilgrims, and we did the same. They offered pilgrims rides, and we did so. They spent on the pilgrims, and we did the same. Then we were so close in ranks, like two horses racing neck and neck. Then they say that they have a prophet that receives revelations. By Allah, we will not listen or believe in him." So competition for worldly matters closed their eyes and hearts from receiving the truth, which could happen to people at any time, and we see it today. Another reason was that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not one of the wealthy people of Mecca. Allah mentioned in Surah Al-Furqan, and they say, "What sort of a messenger is this who eats food and walks through the streets? Why has not an angel been sent down to him to give admonition with him? Or why has not a treasure been bestowed on him? Or why he has not a garden for enjoyment?" The wicked say, "You follow none other than a bewitched man." Allah also said in Surah Az-Zukhruf, "But when the truth came to them, they said, 'This is sorcery, and we do reject it.' Also they say, 'Why was not the Quran sent down to some of the leading men in either of the two chief cities?" So people always think that wealth is a measure and precondition for leadership. And they always praise and admire wealthy people without looking at the source of their wealth, which could have been attained from unlawful means. And they forgot that Allah's choice of prophets or leaders is not associated with wealth, but is associated with piety and divine knowledge, as Allah told Jews in Surah Al-Baqarah about the choice of Saul as a king. Allah said, "And their prophet said to them, 'Indeed, Allah appointed Talut or Saul as a king over you.' They said, 'How can he be a king over us when we are fitter than him for the kingdom? And he has not been given enough wealth.' Allah said, the prophet said, 'Verily, Allah has chosen him above you and has increased him abundantly in knowledge and stature.'" The disbelievers, chiefs of Mecca, also used to know that the Quran is the true word of God. And they used to hide around Kaaba to enjoy listening to the Prophet sallallahu alaihi wasallam reciting it. But they told their followers not to listen to it because it is a magical spell and the Prophet is a sorcerer. Allah said in Surah An-Naml, "But when our signs came into them,
plain to see, they said, this is mere magic. And they denied them, though their souls acknowledged them, for spite and arrogance. Then see the nature of the consequence for the wrongdoers. So days go by, and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam witnesses what Waraqa told him. People in Mecca keep on harming and harassing the Prophet and his followers. And when the time came for the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to leave Mecca, he looked back and said, Allah knows that you are the best lands and the most beloved to me. And if it was not for your people driving me out, I would have never left. Ibn Kathir said about the Hijrah, many Muslims migrated towards Medina, and some Muslims came back from Abyssinia and went to Medina. Abu Bakr was preparing to leave as well until the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam came and told him, wait until Allah gives me permission to leave. So Abu Bakr waited and did not leave, so he will be the companion of the Prophet in his migration journey. And on the night of Hijrah, the leaders of tribes of Mecca were meeting in the house of Nadwa to plot and come with a plan to deal with the Prophet. Some were in favor of exiling him, and others wanted to imprison him, and some wanted to kill him, but were worried about his tribe's retaliation. So they all agreed on a plan of the most evil man among them, Abu Jahl, that suggested that every tribe will nominate one man, and then all of them will attack the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam at the same time while he is sleeping. So no individual tribe will be responsible for his blood, and his family will accept to be compensated for his death instead of fighting all the tribes of Mecca. So they waited outside the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam house to execute their plan. But Allah told the Prophet about their plot, so he left his cousin Ali in his place and left his house, reciting verses from Surah Yasin and pouring dust on their heads while their eyesight were blinded. So when their wait became long, a man came and told them that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had left and their plot has been foiled. Allah mentioned their plot in Surah Al-Anfal, verse 30. Allah said, remember when the disbelievers plotted against you to imprison you or to kill you or to get you out from your home. They were plotting, and Allah too was plotting, and Allah is the best of those who plot. They went after the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and failed to catch up with him. So they sent spies all over to find him, and they posted a great reward of 100 heads of camel for the person that can bring Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam back, dead or alive. The Seerah books narrate the story of Suraqa ibn Malik, a knight of the tribe of Mudlaj, was with a group of his tribesmen close to Mecca and heard about the bounty, so he became very interested, but did not show his interest to others with him. A man came to the gathering and said that he saw three men, and he thought that they were Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakr, and their guide. Suraqa convinced the man and the gathering that he knew the three men, and they are not Prophet Muhammad. Rather, they are a group of people looking for their lost camel. After a while, he quietly left, took his horse and shield and weapons, and started chasing the Prophet. On the way, his horse fell, and he started thinking of going back. But he decided to continue because of the amount of the reward. Then he saw the Prophet and pulled his bow and arrow, but his hands froze, and the front legs of his horse started to sink in the sand. So he came down and pulled his horse out and mounted it, but the horse sank again. So he called on Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and Abu Bakr to supplicate for him to release his horse, so the Prophet did. Suraqa started attacking the Prophet again, and the horse sank again. So he called on the Prophet again to help him. And he said, I will give you my food and weapons. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, we are in no need of your things, but divert people from us. So his horse was released. And he told the Prophet, I will do not anything to harm you. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said,
What do you want from us? He said, by Allah, O Muhammad, I know that you and your faith will prevail. So promise me that when I come to you, when you prevail, to be generous with me and write me a note with that. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam asked Amr ibn Fuhayra to do so. Then before Suraqa left, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told him, what do you think if you wear the bracelets of Khusro? Suraqa said, Khusro, son of Hormuz? The Prophet said, yes, Khusro, son of Hormuz. We were not told the secret of the promise of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to Suraqa with the bracelets of Khusro, who was the king of Persia. But maybe the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam wanted to compensate him for the 100 camels that he gave up. Reflecting on this story, we realize that the hijrah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam occurred at the weakest moment of Islam. Muslims were driven out and they used to migrate secretly, afraid of being tortured by Quraysh. But with this perceived weakness, Quraysh offered 100 heads of camel, which is a huge fortune at that time, for the capture or the killing of Prophet Muhammad. So the question is, why did Quraysh want desperately to finish Islam? The answer is that they knew from the beginning that this is the truth. And Muslims, even though they were small in numbers and weak, they were strong in their faith. Many early Muslims preferred death over renouncing their faith. So Quraysh tried to sway the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam from delivering the message with wealth, women, and high positions. When they failed to convince him, they resorted to violence and torture because they realized that they can't destroy an idea that leads people to the truth and virtue, and that falsehood will always be defeated when confronted with the truth. This reminds us with the conditions of Islam and Muslims nowadays. Muslims are lagging behind other nations in everything, and most Muslims live in poverty, ignorance, and in wars, and they are not properly practicing their faith. Muslim nations are afflicted with corruption and tyrants, while other nations devour Muslim nations as people invite each other to share in a feast, as Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam described, despite all of the weaknesses that Muslims are experiencing. We witness the plots and conspiracies against Islam all over the world, starting in the Muslim countries that are ruled by tyrants that watch and spy on its people, especially young men praying in mosques, arresting them without charges. In many cases, the regimes make up charges to imprison them and in some cases execute them. Other fronts against Islam come from extremist groups that have suspicious fundings, adopting terrorist ideologies shrouded with religious justifications, or from media outlets, some are in Western countries, funded by enemies of the faith to spread ignorance and lewdness in our societies and to distort Islam and spread fear of Islam and Muslims in Western societies, and to spread lies like Islam is not fit for civilized societies. So the old and new disbelievers understood the potential strength of this faith if Muslims adhere and practice it. So they used various methods to spread divisions among Muslims and to separate Muslims from their faith and worship. We also learn from the story of Hijrah that conviction of a believer in his Lord even at his weakest moments. And that Allah's promise of victory to his servants will be fulfilled. This concept is missed on our lives. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam promised Suraqa with a bracelet of Khusro when the Prophet was fleeing Mecca. Suraqa believed the Prophet even though he was not a Muslim at that time. And he became a Muslim 8 years after the incident. The promise of the Prophet was fulfilled after the death of the Prophet. And at the end of the reign of Umar, when the army of Sa'd ibn Abi Waqqas came to Medina, carrying the spoils of the war against Khusro's army, which included priceless treasures, Umar had a stick in his hand and used to turn over the treasure, astonished
with all the riches. And then said, people that brought this treasure are truly honest. Ali was there and he told him, you are amazed of their honesty, you were honest. So your people are honest as well. Umar then called on Suraqa. So he put the bracelet of Khusro in his arms, put the crown on his head, and put the gown of Khusro on him, and asked him to show the people that the prophecy was fulfilled. Then he said, how good it is an Arab from the tribe of Mudlij wearing the bracelet and the crown of Khusro. It took over 20 years for that prophetic promise to be fulfilled, and the companions of the Prophet never doubted that it will happen. So if the promise of the Prophet took 20 years to be realized for them, while they were infinitely more pious than us, and we cannot even compare to the level of their piety and patience to our level, then we can see that we will not attain Allah's promise to be victorious in our lives unless we start from now in changing our lives to go back to Allah and teachings and the teachings of His Prophet, and to attend mosques and to shed divisions and to realize who are the real hidden enemies of our faith that are benefiting from our current situation, so we can avoid falling into their own into their traps. Assalamu alaikum. Allahumma nida'if.